السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا تاني من الجزائر. احنا لسه قاعدين في الجزائر، الجزائر كبيرة جدا ما بتخلص ما شاء الله. انا طبعا خلاص قررت امشي، بس قبل ما امشي هوريكم حاجة جميلة جدا. هنا احنا في حديقة التجارب الحمة في العاصمة الجزائرية. المكان هنا ما شاء الله كبير جدا وكله، انا مش هطول عليكم على فكرة في الفيديو ده، بس ما تنسوش تعملوا معايا اشتراك وتعملوا لايك تعملوا شير لو حابين. انا مش هطول عليكم، عشان كل مره تقولوا لي انت بتطول، انا مش هطول، بس انتوا ما تعملوليش اي، الناس كتير بتيجي تدخل الفيديو تتفرج عليه ما تعملش سبسكرايب، اعملوا اشتراك مش هتخسروا حاجه. ايه اللي هتخسروا يعني؟ ساعدوني انا بقى والله هوريكم حاجات حلوه كتير. حديقه التجارب الحامه فيها اشجار عمرها اكتر من 100 سنه، وفيها نخيل فريد مش موجود في حتت تانيه، كانت معموله من ايام الاحتلال الفرنسي في الجزائر من 1800 وشويه. هنمشي في الحديقه ونشم هواء جميل مع بعض، انا هشمه واقول لكم عليه على احساسي. في هنا في الحديقه اتصور فيلم طرزان، اول فيلم طرزان اتعمل كان اتصور هنا في الحديقه دي، حديقه التجارب الحمة. اتصور عشان الاشجار طبعا اللي هي هوريكم شكلها كمان شويه، اللي هي بتبقى نازل منها فروع كده بيتعلق فيها طرزان، بيروح من هنا لهنا لهنا. الحديقه دي جنب مقام الشهيد اللي انا صورت لكم الفيديو اللي فات، روحوا اتفرجوا عليه. مش عارف انتوا ليه ما تتفرجوش عليه، مش عارف الفيديو ده بالذات محدش بيحب يتفرج عليه، مش عارف ليه يعني. الباقي ما شاء الله في جايب مشاهدات كتير، لكن ده انتوا ما اتفرجتوش عليه مش عارف ليه. اتفرجوا على فيديو بتاع مقام الشهيد، هو مقام الشهيد جنب الحديقة على طول. كمان في المكان هنا وانا داخل لقيت ايه، شارع محمد بن بلوزداد حاجة كده، او محمد بلوزداد، فافتكرت ايه انا نادي بلوزداد. ده اللي كسب الزمالك يعني، مالناش فيه مش مشكلة، طبعا هو مش هيكسب الاهلي يعني، بس هو ايه كسب الزمالك. هكمل معاكم هنا. الحديقه هنا فيها نباتات فريده جدا، كانوا بيزرعوا النباتات دي عشان تجربه يعني، يعملوا ايه تجارب للنباتات دي، بعدين كانوا بينقلوا منها حاجات لفرنسا. هنا في حديقه للحيوان، وفي بحيره او بركه فيها بط وفيها السمك واضح قدامك تقدر تشوفه وانت ماشي، صنفة ان هي اجمل حدائق العالم، من اجمل حدائق العالم. هي كانت وقت من الفترات كانت واخده هي الاجمل فعلا، لكن حاليا طبعا في حاجات تانية، بس هي مصنفه من اجمل حدائق العالم. تقدر تيجي فيها تقضي وقت لذيذ مع الاسره مع العائله، تيجي تقدر تتمشى وتسمع الهدوء، في هدوء في هدوء كده في مكان يعني، مكان تسمع صوت بس صوت الطيور صوت وراء الشجر، الحاجات دي بس اللي تسمعها فتديك راحه وتديك سكينه ما شاء الله. انا مش هطول عليكم برضو زي ما قلت لكم، انا مش هتكلم كتير في الفيديو، خليكم تشوفوا معايا، انا مش هتكلم تاني في الفيديو، خليكم تشوفوا. شكرا.